التوفيق. نعم، إذن مشاهدينا متواصلين معكم، وجرت مساء السبت مراسم تحريك تمثال تهراقة من موقعه القديم عند مدخل المتحف إلى موقع جديد داخل المتحف كجزء من أعمال التجديد المستمرة التي يشهدها المتحف، وتأتي الخطوة ضمن خطة تطوير عامة لمتاحف السودان وتنفذها الهيئة العامة للآثار والمتابعة والمتاحف بمشاركة اليونسكو وعدد من الوكالات الدولية وشركات القطاع الخاص. الزميل متوكل برير كان شاهدا على هذا الحدث. تحرك الملك تهارقة، فتحرك المتحف القومي. إنها روح الأجداد ورائحة التاريخ، موسيقى الجيش، الزغاريد ومجد تهارقة العظيم. كل ذلك كان حاضرا داخل متحف السودان القومي، وهو يحتفل بتحريك تمثال الملك تهارقة خامس وأبرز مماليك كوش التي حكمت السودان ومصر معا، ليبقى شاهدا على عظمة الشعب وتاريخ أمة. في إطار تأهيل متحف السودان القومي بنقل تمثال الملك تهارقة لمقره الجديد في العرض الجديد، العرض الجديد بيظهر موقعه في العهد القديم اللي هو كان من أحد ألغابه سيد عروش الأرضين وملك القطرين اللي هو ملك لمصر والسودان. فالعرض الجديد المفهوم بتاعه بأنه من ناحية الجنوب في الملوك المصريين، ومن ناحية الشمال في الملوك الكوشيين، وهو في الوسط. عملية تحريك التمثال الأعظم والقطعة الأثرية الأكبر بالمتحف هي الرابعة على مدى 3000 عام، في ظل مساع تبذلها الهيئة العامة للآثار والمتاحف القومية، وهي تقود عملية التحديث والتطوير المتوالية ليصبح المتحف القومي مزارا عالميا لمن أراد أن يعرف من نحن وكيف كنا، وليبقى قلعة حصينة تليق بتاريخ شعب وذاكرة أمة. هذه الرمزية أن التمثال هذا في خلال 2700 عام تحرك، دي المرة الرابعة اللي تحرك فيها التمثال، اتحرك من المحجر إلى معبد آمون في جبل بركل في القرن السابع 8 قبل الميلاد، ومن ثم في 1924 إلى متحف مروي، ومن ثم إلى متحف السوداني مثلا السودان القومي في سنة 69. المتحف كان افتتح في عام 1974، والآن في 2023 هو التحريك الرابع اللي يجد موقعه في متحف السودان القومي في العرض المتكامل الحديث. منظمة العلوم والثقافة بالأمم المتحدة اليونسكو، والتي أشرفت على عملية تحريك التمثال بمشاركة داعمين آخرين، كانت شاهدة على عودة الملك تهارقة وهو يتوسط النيلين، فوقف الجميع وانحنى التاريخ احتراما. هذه إحدى الأشياء التي سوف تضع هذا المتحف من ضمن أفضل المتاحف في العالم، وأيضا كما تعلمون فإن أعظم المتاحف الآن تحتوي على آثار من السودان، وكذلك يمكن أن تأتي هذه الأشياء إلى السودان إلى هذا المتحف على وجه التحديد لكي يعلموا حول هذا التاريخ، التاريخ الذي ليس هو فقط حول الماضي، ولكن حقيقة الأمر الأكثر أهمية هو التاريخ الذي له صلة بفهمنا لما نحن فيه الآن، وكذلك أيضا كيف سوف نشكل أفكارنا ونشكل أوضاعنا فيما يتعلق بمستقبلنا. أما أكثر الناس فخرا وزهوا فهم من صنعوا الحدث وجعلوا ذلك ممكنا، منفذو عملية تحريك التمثال من موقعه القديم حتى استقر الملك على عرش مملكته متوجا من جديد. احنا طبعا رسمنا مسارات، مسار خط مستقيم، وعملنا دوائر في الارض في المحطات اللي هيجي فيها تمثال تهارقة. كل محطة من المحطات الاربعة لها معانيها التاريخية، وبالتالي لابد انه يتم ضبط الايقاع، ما
ما بين موسيقى الحرس الجمهوري وما بين الحركة بتاعت السيارة مع حركة السيارة وما بين حركة السيارة وما بين التحرك بتاع التمثال تحرق. تحرك تمثال العظيم تهارقة داخل أروقة المتحف القومي، فتوقف الزمان مذهولا يذكر ملكا عظيما ويذكر السودانيين أنهم أمة عريقة ذات جذور وتاريخ تليد.